يلا جوس جوس جوس. اليوم احنا في افتتاح هذا المرفق نرسم معالم تاريخ لشعبنا الفلسطيني، التاريخ الذي سيمجد ان شاء الله في ترميم وترميم هذه المرافق حتى تكون لشعبنا الفلسطيني جهدا سابقا من التاريخ الفلسطيني الذي يعزز سياسة الإنساني الذي يعزز الإنسان الفلسطيني من خلال ترابطه لشعب الفلسطيني المسيحي والمسلم في هذه الأرض المباركة، والتي نعنى الحقيقة بأن تكون هذه المعالم ضمن سياسة وزارة السياحة حتى ترسخ معالمنا القديمة وتراثنا الفلسطيني لتتجسد رغم عدوان الاحتلال ورغم قدرة الاحتلال الكبيرة على طمس هذه المعالم، إلا أننا في وزارة السياحة قادرون بإذن الله أن نعيد هذا التراث وهذا الترميم إلى سابقاته حتى يلامس الحالة الإنسانية لشعبنا الفلسطيني المسيحي والمسلم إن شاء الله. تم اليوم افتتاح الكنيسة البيزنطية التي يمتد عمرها 1500 عام. تعود بناء الكنيسة البيزنطية إلى زمن الإمبراطور البيزنطي ثيوديوس الثاني عام 444 ميلادي. أهم أجزاء الكنيسة البيزنطية الموجودة داخلها الفسيفساء التي تتراوح ما بين أو تتنوع ما بين الفسيفساء الحيوانية والنباتية والهندسية والنباتية. الكنيسة البيزنطية من أقدم الكنائس الموجودة في مدينة غزة، وتوجد بها أكثر من 16 نص تأسيسي باللغة اليونانية أو اللاتينية القديمة. تم اكتشاف الكنيسة البيزنطية من خلال عملية تعميد شارع صلاح الدين. في هذه الأثناء تم اكتشاف أول قبر الموجود داخلها، لقبرين، قبر شخص كبير في السن وطفل صغير، وبعد ذلك تم تولية وزارة السياحة والآثار في عملية تنقيب. رغم قلة الإمكانيات الموجودة لدى وزارة السياحة والآثار والحكومة الفلسطينية، لكن تقوم وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية بعملية التنقيب داخل المواقع الأثرية. ومن أهم المواقع الأثرية التي تم التنقيب داخلها موقع الكنيسة البيزنطية في جباليا وموقع دير القديس هيلاريون في معامل.